أما الآن نعود لفقراتنا في صباح الخير يا عرب، ومعنا مباشرة من لندن الدكتورة نجاة السماوي الشذر، اختصاصية في الطب البديل. صباح الخير دكتورة، واليوم راح نكمل عن موضوع الأقدام والعناية بالأقدام خاصة للمصابين بمرض السكري. نعم نعم، مثل ما قلنا هو عنوان حلقاتنا المرآة هي يعني الأقدام هي المرآة الحقيقية لصحة الإنسان. نعم. بالنسبة لمرض السكري طبعا هنا العناية عندنا راح تكون مكثفة ومركزة أكثر. يعني تسمى هذه يعني الأقدام بهالطريقة هذه الدايابيتيك نيوروباثي. ليش تسمى هيك؟ لأنه معناها أنه العصب في هالمناطق هذه في منطقة الأصابع راح يكون ضعيف جدا، والغذاء ما يوصل بطريقة صحيحة، والمريض مريض السكري ما يحس حتى إذا صدم رجله بشيء، إذا انجرح بشيء، سواء كانت أصابع إيديه أو أصابع رجليه. الحقيقة هي يعني نفس الفكرة. طبعا هنا راح يتعرض إلى مرض الجنجري اللي هو يعني بالحقيقة ممكن يكون تسممي وممكن يكون البتر بالنتيجة بالنهاية. فعلى المريض دائما الطبيب ينبهه أنه النظافة الدائمة، النظافة المستمرة، لون الأصابع يبدي يتغير من الباهت من الأصفر إلى الأزرق إلى الشيء، فينبهها دائما عن النظافة اليومية. وممكن النظافة اليومية العادية ممكن أنه يتبع بها يعني ملح البحر، ملح الهملايا، الملح اللي هو الكلاين بي كثير من الألكلاين، أو يقدر يضيف قطرات من زيت الشاي، قطرات من الإكليل اللي تنظيف هالمنطقة هذه. والتجفيف مهم جدا، وعدم وجود لكنه إذا حصل الجنجري نوعين راح يكون عندنا، الويت وان اللي هو الرطب، والنوع الجاف. نعم. اللي هو اللي دراي وان. اللي دراي ممكن يصير بالأصبع الكبير، وممكن أيضا ينتقل لكل القدم، وممكن أيضا هم راح يسبب عندنا اللون، يعني اللون القدم يتغير. هذا طبعا بالنسبة للطب البديل يقول لك قبل ما أنت تلجأ للبتر وغيره ممكن تلجأ لعلاج اللي هو بالكيلوتون ثيرابي. الكيلوتون ثيرابي شنو؟ انه يعطوه يعني شيء اللي ينشط الدوره الدمويه عنده، يوصلون الاكسجين لهالمنطقه هذه. هذه بهالحقيقه هذه بناء على فد مجموعه او كومبينيشن من خلطه من الحوامض الامينيه، يعطوها للمريض بالوريد. وهاي المراكز موجوده عندنا في بريطانيا، في امريكا، في اوروبا. هذا بالنسبه لمريض اللي هو الجنجري النوع الجاف. اما بالنوع اللي بالنسبه للرطب او الويت وان، هذا اللي يجي نتيجة التهابات معينة بالجسم، الطبيب ينطي المضاد الحيوي، وراء المضاد الحيوي طبعا الجسم كلش يضعف أكثر. بهالحالة هاي فقدان البكتيريا الصديقة بالجسم، ممكن أنه أيضا الأكسجين ما يوصل. ممكن الطب البديل ينظر له هنا، لازم يعطي الأوزون ثيرابي اللي يستعمل حتى بعد الحروب، بعد الحرب العالمية الثانية. هذا يستعمل شنو؟ لأنه يداوي الجروح، يداوي الحروق، ويوصل الأكسجين بطريقة صحيحة وينظف المنطقة. يعني عندنا احنا ضروري في الحالتين، وفي الحالتين المريض ضروري ياخذ البكتيريا الجيده اللي هي موجوده اما على شكل حبوب واما على شكل باودرات اللي هي قويه جدا لهالحاله هذه، او ياخذ الخضارات اللي هي الجراس اللي يعني البارلي اللي هو الشعير، او ياخذ الالفالفا اللي هي الحلفاء اللي هي مهمه جدا جدا وغنيه بفيتامين كي اللي يساعد على التخثر حتى نمنع انه تسرب يعني النزيف المستمر. ايضا عندنا ماده الكوكو كيوتان اللي ضروري جدا انه ياخذوها، لان هي مساعده على توصيل الاكسجين لاطراف الاصابع واطراف الخلايا. وبنفس الوقت عندك الكلوروفيل. الكلوروفيل ماده مسهله يعني جدا جدا مساعده على توصيل الاكسجين ونقاء وتنظيف الحقيقة الخلايا. مادة السيليكا، عندك الزنك، عنصر الزنك، عنصر السيليكا، يعني هاي المواد كلها مهمة لجسم الإنسان. البيتا كاروتين عليه مريض السكر عليه مو بس يهتم بنظافة الأصابع، وإنما اختيار غذائه، لأن هذا راح يجنبه المشكلة هاي، وممكن أنه يعني توفر له يعني بتر الرجل يعني إذا اضطر لا سمح الله عليه. إذن الغذاء عليه بالتنظيف اليومي، التجفيف عليه، أنه الحمامات المائية، حمامات اللي هي دائما بالزيوت الطبيعية بالأملاح،
والتجفيف بين الأصابع ويعني تشيك الأصابع أكثر من مرة باليوم، لأن ممكن أنه حتى إذا وصل لأصابع الإيدين ممكن أنه يعني ممكن أنه حتى السكينة الإنسان ما يحس بيها، نعم. أي زجاجة ما يحس بيها، فهذا هذا نعم. نعم طبعًا. دكتورة بالنسبة للأعشاب والأدوية الموجودة عندك ونشوفها الحين على الشاشة أو غيرها من اللي ذكرتيها، وين ممكن الواحد يحصلها وبمن يثق في عملية شرائها؟ والله أنا شخصيا شايفتها بالخليج متوفرة، وإحنا هذا نظامنا يعني العالمي أنه إذا وزارة الصحة العربية سمحت بدخول هاي المواد معناها الدول الأخرى العربية تسمح. يعني الحقيقة هي أول الدول العربية اللي سمحت بالمواد الخضراء المقمى والشعير وغيرها هي دولة الإمارات اللي أنتوا فيها في دبي، نعم. وكانوا مشكورين الدولة يعني وعاملين بحوث كثيرة الصحة. أيضا أنا شايفتها في جدة، أيضا هي موجودة في قطر، أيضا موجودة يمكن في الكويت في البحرين، يعني هاني حسب رأيي في شمال أفريقيا أنا شايفة من عندها. يعني تتوفر في بعض الصيدليات في لبنان، طبعا موجودة في سوريا، موجودة في الأردن، موجودة. وطبعا أنت كل ما تثق تقرأ وتشوف التعليمات اللي موجودة عليها، وضروري أنه تشوف يعني شركة معتمدة. لهذا إحنا نصيحتنا دائما استشاري الطب البديل أو الطب التكميلي، نعم. اللي برا نشجع حكوماتنا العربية على أنه توسع هالعلم هذا، صحيح. تفتح يعني دراسات بهالمجال هذا، تفتح مراكز بحوث في هالمجال. يعني مثلا العلاج بالأوزون، العلاج بالكيلوتون ثيرابي مثل ما قلنا، يا حبذا لو يتوفر في بلادنا العربية، ممكن أساسا يوفر للدولة، صح، أكيد. يوفر للدولة شيء الكثير، يوفر للمواطن المكان ما تنبث الرجلة، ممكن أنه تساعده على، صحيح. الثقافة الغذائية تبقى ثقافة يعني مثلكم هالبرامج التلفزيونية الحلوة اللي طلعوها. تسلمين. في برنامجنا أو الصحة في أسبوع أو التفاح الأخضر كله حلو يعني. نعم دكتورة، طبعا احنا ما راح ننتظر ان يكون هناك وعي من الحكومات العربية ان يجيبونك عندنا في دول، نحن راح نجيبك كل احد عن طريق الاقمار الصناعية من لندن. كل الشكر لك دكتورة نجاة السماوي الشذر اختصاصية في الطب البديل. نتوقف الان مع عالم الجمال والمكياج وطريقة عمل المكياج للعيون الواسعة، خبيرة المكياج كارولين الديك تعرفنا اكثر من خلال التقرير، نتابع. صباح الخير، اليوم بفقرتنا حنحكي عن المكياج العيون المفتوحة. شو رأيكم تضلكم معنا حتى نشوف تشوفوا الألوان اللي اخترناها والطريقة اللي بدنا نعمل فيها المكياج؟ أكيد أول